بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم بحول الله تعالى أول فيديو خاص بمادة تقنيات التنبؤ أو تقنيات التوقع. هذه المادة ستكون موجهة لطلبة السنوات الثالثة ليسانس إدارة مالية. إذن قبل أن نتطرق لأول فصل هو الفصل التمهيدي اللي فيه المفاهيم الأساسية، دعونا نرى في عجالة المحتوى تاع هذه المادة، البرنامج تاع هذه المادة. إذن المادة هذه راهي فيها أربع فصول، فصل تمهيدي وثلاث فصول أخرى. الفصل التمهيدي كما قلنا هو عبارة عن فصل سنتطرق فيه إلى أهم المفاهيم الأساسية، وعلى وجه التحديد المقصود بالتقدير، المقصود بالتوقع، المقصود بالتنبؤ. ثم بعد هذا نروح للفصل الأول أين سنبدأ في تقنيات التوقع، وذلك باستخدام نماذج الانحدار. في نماذج الانحدار راح نشوف نوعين من النماذج، نموذج بسيط ونموذج أكاديمي بحت ونموذج متعدد، وسنرى الفرق بينهما، وإن كان المنطق أو طريقة التعامل مع المتغيرات تبقى نفسها. الفصل الثاني راح نشوف فيه بعض التقنيات الأخرى للتوقع، والفصل الثالث هو الخاص بالتوقع بالاعتماد على السلاسل الزمنية. أوكي، دونك هذا هما البرنامج المخطط لمادة تقنيات التنبؤ أو بالأحرى تقنيات التوقع. خلينا إذا نبدأ بالفصل التمهيدي اللي قلنا فيه راح نطرق فيه الأهم المفاهيم الأساسية، لأنها هي أهم شيء لازم يتعرف عليه الطالب هكا باش ما يقعلوش خلط في المصطلحات. راح نأخذ إذا مقدمة. سأقول في المقدمة أنه نظرا لقلة الأبحاث باللغة العربية التي تتناول موضوع الدراسات المستقبلية للظواهر الاقتصادية والاجتماعية، فقد ظلت المفاهيم الأساسية هذه متعلقة بهذا المجال المعرفي غير واضحة. دونك هناك جنرالمون كي نقراو في الكتب نلقاو هناك خلط في المصطلحات. دونك قلنا بالمفاهيم هذه الأساسية هذه ينتابها الكثير من الخلط في المصطلحات والعبارات التقنية، فلا يزال يستعمل مصطلح التنبؤ للدلالة على أي معرفة عن المستقبل في الوقت الذي نجد فيه تمييز واضح وصريح في اللغات غير العربية، دونك في اللغات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص اللغة الإنجليزية ما دام هي لغة العلم حاليا. فنلاحظ أنه العلاقة أو المعرفة عن المستقبل أو الاستشرافية جنرالمون في المصطلحات باللغة العربية يستخدموا مصطلح التنبؤ، ألوركو هذا المصطلح دون فاسون جنرال يعتبر هناك مغالطة فيه، وبالتالي راح نشوفوا الفرق بين التنبؤ والتوقع. دونك قلنا نجد فيه تمييز واضح وصريح في اللغات غير العربية بين مجموعة من المفاهيم المتعلقة بموضوع المعرفة المستقبلية، وكل مفهوم يحمل في طياته مضمونا محددا يميزه عن باقي المفاهيم. لذلك احنا راح ناخذ في الفصل هذايا تعريف لثلاث مصطلحات أساسية اللي هي الحجر الأساس تاع هذه المادة. إذن هذا التمييز بين المفاهيم ضروري جدا لكسب وإرساء معارف علمية في مجال الدراسات المستقبلية. وفيما يلي تعريف وجيز لأهم المصطلحات التي يتم الخلط فيما بينها. دونك حنأخذ احنا ثلاث مفاهيم اللي حكيت لكم عليه. أول مصطلح راح نبدأ به هو ما يعرف بالتقدير، سيسكون أبيل استيماسيون. ما المقصود بالتقدير؟ دونك التقدير هو عملية إدراك الواقع وصياغته في شكل نموذج رياضي إحصائي يوضح العلاقة السببية أو الارتباطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. وعادة ما يأخذ هذا النموذج الشكل التالي. دونك قبل ما نشوف النموذج هذايا وشي المقصود بالهدرة هذية، احنا جنرالمو في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي يهتم الباحث أو يهتم الطالب بظاهرة معينة اللي هي راح تكون البؤرة الاهتمام تاعو، هي اللي راح تكون موضوع البحث تاعو. دونك هنايا حيلقى باللي كاين بعض النظريات الاقتصادية، كاين أشياء يراها في الواقع، وباش يتأكد من صحتها دونك إذا حبينا بار اكزومبل نشوفوا العلاقة بين الدخل والاستهلاك، العلاقة بين الاستثمار
والناتج المحلي الخام، عفسات كيما هكا. دونك يحاول هو باش يعرف هذه العلاقة ولا طبيعة هذه العلاقة، اسكو العلاقة راهي علاقة ارتباطية طردية، اسكو هي علاقة عكسية وهكذا. دونك هذه كيفاش يروح يديرها اي باحث، لازمت له يحكم يدير ما يسمى بعملية النمذجة، معناتها يحكم يبني الواقع في شكل نموذج رياضي احصائي. كيفاش يتبنى النموذج الرياضي الاحصائي هذايا؟ كاين زوز انواع من المتغيرات، سميناهم المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. دونك المتغيرات المستقلة هي اللي راح نشوفها التي ستؤثر في المتغير التابع. كي نجي نكتب اي ظاهرة دون فاسون جينيرال، اقتصادية ولا اجتماعية ولا اي ظاهرة حبينا نديروها في نموذج رياضي احصائي، حتاخذ اذا الشكل هذايا. اذا حنكتب Y تساوي بيتا 0 زائد بيتا 1 إكس 1 زائد بيتا 2 إكس 2 زائد وهكذا على حساب النموذج، على حساب المتغيرات تاعي، زائد E، بحيث أنه الـ Y هذايا رايحين نسميوه هو المتغير التابع. دونك الـ Y هو المتغير التابع ويسمى كذلك بالظاهرة المدروسة. دونك على سبيل المثال إذا حبيت ندرس العلاقة الموجودة بين الدخل والاستهلاك، دونك حنلقاو باللي القيمة تاع إكس أن على سبيل المثال هي التي ستمثل لي الدخل، و إيكغيك هي التي ستمثل لي الاستهلاك. وبالتالي حنشوفوا باللي الدخل، مستوى الدخل هو الذي سيؤثر في مستوى الاستهلاك. إذا قلت باللي إيكغيك هي الظاهرة المدروسة أو المتغير التابع، إكس أن إكس دو إكس تروا وهكذا على حساب عدد المتغيرات في النموذج اللي راح نبنيه هنايا يسمى كذلك ب المتغيرات النظامية أو المتغيرات المستقلة، وراح نشوفوا فيما بعد تسميات المختلفة لإجراك والقيم تاع إكس 1 و إكس 2. أما أو اللي جاي من كلمة الإيرور اللي هو القيمة الخطأ العشوائي أو ما تسمى بالقيمة العشوائية، علما أنه أو هذه تعبر عن مجموعة من المتغيرات اللي قادرة تؤخذ أو لا تؤخذ بعين الاعتبار عن قصد أو عن غير قصد في النموذج تاعنا هذايا. واش تمثل لي الاو هذه اللي هي القيم العشوائيه تاعي؟ تمثل لي اخطاء القياس او اخطاء المعلومات المدخله في النموذج. في بعض الحالات نلقاو بلي الباحث او الطالب يرتكب اخطاء في القياس، وبالتالي هذه الاخطاء تدخل ضمن القيمه او هذه اللي تسمى بالقيم العشوائيه، او كذلك اخطاء في المعلومات، لانه عندما يجمع أو نقوم بجمع المعلومات ربما تقع هناك أخطاء، لأن الأشخاص اللي راح نتعاملوا معهم ربما ما يعطوناش المعلومة الصحيحة ولا مضبوطة، وبالتالي حيكون هناك أخطاء قادرين حنايا قلت لكم بقصد أو بدون قصد ندخلوها في النموذج، وبالتالي هنايا قادر تؤثر على المسار تاع الدراسة تاعنا. الأو كيف كيف القيمة العشوائية تاعي تمثل لي المتغيرات التي لم تؤخذ في الحسبان في النموذج لأي سبب كان. الفرق بين الشكل الحقيقي للعلاقة اللي هو القيم تاع إيكغيك اللي هما القيم الواقعية راح نحكيو عليها فيما بعد، كي نحكي على الشكل الحقيقي للعلاقة راني نحكي على القيم الواقعية، القيم اللي نجبدوها حنايا من الواقع. والشكل المقدر، الشكل المقدر اللي ما يسمى بالشكل الرياضي اللي هو إيكغيك راح نرمزوا له فيما بعد إيكغيك شابو. دونك هنا حتكون عندي القيم الحقيقية أو القيم الواقعية حنرمزو لها بالرمز إيكغيك، وهنايا في الشكل المقدر حنسميوها بالقيم المقدرة أو النموذج المقدر حنرمزو له بإيكغيك شابو. دونك هنايا باش نعرف القيمة تاع الخطأ تاعي حندير الفرق بين القيم الحقيقية تاع إيكغيك والقيم المقدرة اللي هي إيكغيك شابو. كلما كانت قيمة أو صغيرة وتؤول إلى صفر، هذا يعني أنه النموذج اللي قدرناه احنا، النموذج الإحصائي الاقتصادي الرياضي هذا اللي قدرناه راهو يمثل لي أحسن تمثيل الواقع. لأنه علاش؟ لأنه الفرق الموجود بين القيم الواقعية والقيم المقدرة حتكون ضئيلة جدا تؤول إلى صفر، بينما إذا لقينا القيم تاع الخطأ العشوائي تاعي كبيرة، لهنا حنعرفوا بلي عملية التقدير تاعي أنا راهي ضعيفة نوعا ما، وبالتالي راح تبتعد القيم المقدرة عن القيم الواقعية. اوكي، دونك هذايا كيف كيف او كيفاش نجمو نترجموها بلغة القيم الواقعية والقيم المقدرة. وكذلك او هي عبارة عن عوامل عشوائية قد تحدث وقد لا تحدث.
دونك حنايا جينيرالمون كي نديرو النموذج، قادر باغ اكزومبل الباحث او الطالب انه يقوم بالدراسه تاعو، الدراسه تاعو المعطيات تاعو صحيحه، كلش صحيح، ولكن قادر تكون هناك معطيات مفاجئه، تغيرات مفاجئه لم يكن يظن في وقت ما انها رايحه تحدث، وبالتالي القيم هذه قادره تحدث وقادره ما تحدثش، وبالتالي على ذلك سميت دون فاسون جينيرال المتغير هذا بالمتغير العشوائي، لانه لا احد يمكن ان يتحكم في حدوثه او عدم حدوثه. اوكي، هذا اذا بالنسبه لعمليه التقدير. دونك عمليه التقدير هي نمذجه الواقع في شكل نموذج رياضي احصائي. وتجدر كذلك الاشاره الى ان التقدير يمكن ان يعني صياغه العلاقه التي تربط ظاهره ما او ظاهره ما بعامل الزمن. دونك حنا شفنا قبيله في النموذج بلي ايكغيك تساوي بيتا 0 زائد بيتا 1 اكس 1 زائد اكس 2 وهكذا. دونك وقلنا اكس 1 واكس 2 هما عباره عن متغيرات. في بعض الحالات المتغيرات او القيم تاع هذه المتغيرات لا تكون متوفره، وبالتالي يمكن للباحث دو فاسون جينيرال او الطالب انه يستنجد بعامل الزمن. دونك يولي يتعامل مع عامل الزمن ويولي يشوف في تطور الظاهره اللي هي ايكغيك دائما، بصح المرة هذه عوض باش يشوفها العلاقة تاعها مع المتغيرات المستقلة يولي يشوف العلاقة تاعها مع عامل الزمن. وهنا سوف تكتب النموذج تاعي إيكغيك تساوي اف اللي هي الدالة في تي، تي اللي هو لو طون دونك الزمن. دونك لهنا حنلاحظوا باللي في النموذج هذايا حيولي عندي المتغير تابع إيكغيك يكتب بدلالة الزمن زائد دائما الاو تاعي اللي هو الخطأ العشوائي دائما كما قمنا بشرحه قبل قليل، حيث قلنا يعبر هنا تي عن عامل الزمن سي لو طون. المصطلح الثاني اللي هو ما يسمى بالتوقع سي سكون ابيل لي بريفيزيون. دونك ما المقصود بالتوقع؟ يعتمد التوقع على النموذج الناتج عن عملية التقدير، وبالتالي التوقع هذايا هو عبارة عن أسلوب علمي. درك نشوفوا الفرق بين مصطلح التوقع اللي هو البريفيزيون والتنبؤ اللي هو البريديكسيون. دونك باش نشوفوا الفرق باش تتضح الرؤية. إذا التوقع يعتمد على النموذج الناتج عن عملية التقدير. دونك بعد ما نبني وحنا تكون عندي الظاهرة تاعي ونروح نقدرها في ولا ندير لها تقدير تاعها في شكل نموذج رياضي إحصائي، يمكن بعد التأكد من صلاحية هذا النموذج، وراح نحكيه على الصلاحية فيما بعد، كي نحكيه على الصلاحية دونك في هذا الحالة يمكن اني ندير عملية التوقع، معناتها حندير دراسة استشرافية، دراسة مستقبلية، حيعطيني على سبيل المثال معطيات حاليا بار اكزومبل تحبس في سنة 2020 2021 ويقول لي توقع القيمة تاع هذا المتغير التابع اللي هو ايكغيك من على 5 سنوات من على 10 سنوات، وبالتالي هذه العملية الاستشرافية او الدراسة او المعرفة المستقبلية تسمى في الاحصاء بعملية التوقع اللي هي عملية البريفيزيون. وذلك يتم بإحلال قيم مفترضة محل المتغيرات التفسيرية اللي هي المتغيرات المستقلة في النموذج، ثم حساب قيمة الظاهرة في الفترة المستقبلية، وعادة ما تعطى هذه القيمة المستقبلية في شكل قيمة وسطى ضمن مجال معين. دونك راح نشوفوا كيف بلي كي نقوم بعملية التوقع تاعي دائما عملية التوقع نرفقها بما يسمى بمجال الثقة تاعي أو مجال التوقع تاعي، هكذا باش نشوفوا اسكو عملية التوقع تاعي راهي مليحة ماهيش مليحة وهكذا. كل هذه راح نشوفها في الفصل الأول بحول الله تعالى عندما نطرقوا لنماذج الانحدار وهكذا. اوكي، دونك هذايا بالنسبة للمصطلح الثاني المقصود بالتوقع. نروحوا للمصطلح الثالث اللي هو ما يعرف بعملية التنبؤ. عفوا، دونك في عملية التنبؤ قلنا عملية التنبؤ المصطلح تاعها او الترجمة تاعها هي البريديكسيون. دونك الفرق الموجود بين عملية التنبؤ وعملية التوقع، دونك يختلف التنبؤ عن التوقع بكون التنبؤ يهتم بالمتغيرات الطارئة وبالظواهر الاقتصادية والاجتماعية المعقدة مثل اكتشاف مصدر جديد للطاقة، انهيار دولة معينة، وصول تيار سياسي معين إلى الحكم وإلى آخره. دونك هنا لاحظوا باللي في عملية التنبؤ
لا يمكن، أو الطريقة أو التقنية هي في حد ذاتها لا تعتمد على طريقة رياضية أو علمية، بينما يقتصر التوقع على المؤشرات الكمية كما أشرنا لذلك فيما سبق. دونك الفرق الموجود بين التنبؤ والتوقع أن التوقع يعتمد على عملية التقدير، أي أنه يعتمد على نموذج رياضي إحصائي قمنا ببنائه، قمنا بدراسة صلاحياته وهكذا. بينما في عملية التنبؤ لا، في عملية التنبؤ قلنا هو عبارة عن وكأنها تكهنات فقط، وبالتالي في عملية التنبؤ لا يكون هناك نموذج رياضي ولا تكون هناك طريقة رياضية بحتة. إن طبيعة موضوع التنبؤ تجعله لا يعتمد على بناء النماذج الرياضية ولا يمتلك منهجا علميا دقيقا مثل ما هو الشأن بالنسبة للتوقع. أوكي؟ دونك في هذه الفقرة تبين الفرق الشاسع الموجود بين التنبؤ والتوقع. فعملية التنبؤ إذن تعتمد على الخبرة الهائلة والمعرفة العلمية في مجال الظاهرة المدروسة، مما يجعل موضوع التنبؤ هو أقرب إلى الفن منه للعلم. دونك حنا جينيرالمون تلقى باغ اكزومبل نتعاملوا مع خبراء اقتصاديين، خبراء عسكريين وهكذا. دونك هذوما يقوموا بعملية التنبؤ، بصح عملية التنبؤ هذه لا تعتمد على أسلوب علمي بحت، وإنما تعتمد على المعرفة التراكمية، دونك الخبرة وهكذا. دونك الأشخاص هذوما ينجموا بناء على المعلومات المسبقة اللي عندهم يقوموا بعملية تكهن وبعملية التنبؤ عفوا، وبالتالي حتكون الأقوال تحم أو النتائج اللي راح يتحصلوا عليها إما تكون صحيحة وإما ما تكونش صحيحة، وبالتالي فليس لها سند علمي بحت. أوكي، هذا إذن كانت أهم 3 مصطلحات اللي يمكن للطالب أنه يتعرف عليهم: عملية التقدير، عملية التوقع المرتبطة بعملية التقدير، وعملية التنبؤ التي ليست لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد من عملية التوقع ولا عملية التقدير. آخر حاجة راح نأخذ بعض المصطلحات الأساسية اللي لازم نعرفوهم قبل ما نطرقوا للفصل الأول الخاص ب أو نبدأ في المشوار تاع تقنيات التوقع. لازم تنا نعرفوا بعض المصطلحات أو بعض التسميات. حنايا واش قلنا؟ قلنا كي تكون عندي ظاهرة دون فاسون جينيرال، وإذا حبيت ندرس لها النموذج الرياضي الإحصائي تاعها دون فاسون جينيرال، حناخذ دونك أبسط شكل. الشيء اللي حنقوله في الشكل البسيط هذايا ينطبق على الشكل وين كاين فيه اكس 2 اكس 3 وهكذا. اوكي، دونك انا بالنسبه لي حناخذ ابسط نموذج اللي راح نبداو به، اللي هو ما يسمى بنموذج الانحدار البسيط، اللي حيكون فيه عندي متغير واحد تابع اللي هو اي، ومتغير تابع بليتو مستقل واحد فقط اللي هو اكس 1. اوكي، دونك حنبداو نشوفوا المصطلحات كيف يمكنني او كيف تسمى، على ديك سمينا حنايا تسميات مختلفة، نشوفوا كيفاش نسميهم هذوما وكيفاش يجيو، وباش من بعد كي نجيو نحكيو على النماذج حتكون عندي رؤية ولا ديجا معرفة مسبقة على هذه المصطلحات. اذا حبيت نبدأ بالمتغير إيكغريك اللي مكتوب بالازرق لهنايا، حنسميه هو كمتغير تابع. كي نحكي على كلمة المتغير التابع بالنسبة للمتغير إيكغريك، فإن المتغير الأحمر هذايا إكس سوف أسميه بالمتغير المستقل. دونك هذوما راح تلاحظوا دايما بلي كاين تسمية تكون مرتبطة بإيكغريك وتقابلها تسمية أخرى مرتبطة بإكس 1. دونك هنا يسمينا إيكغريك بالمتغير التابع، إكس 1 حنسميوه المتغير المستقل. إيكغريك يسمى كذلك بالمتغير المفسر، وبالتالي إكس 1 واش راح نوليو نسميوه؟ حنوليو نسميوه بالمتغير المفسر. أوكي، إيكغريك كذلك يسمى بالمتغير المتأثر، وبالتالي إكس 1 حنوليو نجمو نسميوه بالمتغير المؤثر. دونك دائما نلقاو بلي المتغير المستقل هو الذي يؤثر في المتغير التابع، وبالتالي المتغير التابع هو المتأثر، بينما الاكس ان اللي هو المتغير المستقل هو الذي يؤثر، وبالتالي نسميه المتغير المؤثر. كذلك اجراك يمكن ان نسميه بعد ما نبنيه نموذج ونتاكدوا من الصلاحيه تاعو، حنوليو نسميه اجراك بالمتغير المتنبأ به
وبالتالي القيمة أو التسمية اللي تقابلو تاع إكس أن هي المتغير المتنبأ منه. دونك هذه كانت أربع تسميات مقابلة لبعضها البعض. واحد الأربع التسميات الأولى مرتبطة كلها هي تسميات مختلفة تشير إلى نفس الشيء اللي هي المتغير إكراك تاعي هنايا. كيف هنايا بالأزرق هي أربع تسميات مختلفة مرتبطة كلها بمتغير اللي هو إكس أم، علما أنه كما قلت قبيلة القيم تاع إكراك هذوما والقيم تاع إكس أم هي قيم واقعية. وش معناتها كلمة قيم واقعية؟ معناتها نجبدها من أرض الواقع. إذا كنت على سبيل المثال حبيت ندرس العلاقة الموجودة بين الاستهلاك اللي يمكن أنها نحطها في بلاصة إكراك والدخل نجم نحطها في بلاصة إكس أم، إذا حبيت ندرس العلاقة الموجودة بين الدخل والاستهلاك هنا في الحالة هذه يمكن أني ندير استمارة على سبيل المثال ونهبط لأرض الواقع ونروح نسقسي الناس على مستويات الدخل تاعهم ومستويات الاستهلاك تاعهم هما، وبالتالي دائما نلقاو باللي القيم تاع إكراك والقيم تاع إكس أن هي قيم نجبدها من الواقع. مادام عندي إكراك قيم واقعية وإكس أن قيم واقعية كذلك، وش بقالي لهنا في النموذج؟ لاحظوا باللي ما زالت لي غير البيتا زيرو والبيتا ان. البيتا زيرو واش راح نسميوها؟ البيتا زيرو دائما نسميوه بالمقدار الثابت. وش معناتها المقدار الثابت؟ هو القيمة التي تعكس قيمة المتغير التابع عندما تكون المتغير المستقل يساوي صفر. إذا عندما يكون اكس ان تساوي صفر دونك حتروح معاها البيتا ان، واش راح تقعد لي؟ حتقعد لي البيتا زيرو. البيتا زيرو هي إذن هي القيمة التي سيأخذها إكراك عندما يكون إكس أن يساوي الصفر. بيتا زيرو يسمى بالمقدار الثابت. بيتا أن يسمى بمعامل الانحدار. وش هي المقصود به معامل الانحدار؟ هو القيمة أو يعكس بيتا أن يعكس مقدار التغير في قيمة المتغير التابع إكراك عندما تتغير قيمة المتغير المستقل إكس بوحدة واحدة. دونك كل ما تتغير إكس أن بوحدة واحدة بدينار واحد بدولار واحد، إذا حكينا على سوارد بكيلوغرام واحد بمتر واحد على حساب الوحدة اللي رانا نتعامل معها، كل ما يتغير إكس أن بوحدة واحدة كم سيقابله قيمة التغير في إكراك أن؟ كيفاش نعرفها القيمة هذه؟ حتى ظهرها لي القيمة تاع بيتا أن. أوكي، دونك بيتا ان هذا يلعب دور هام في النموذج، وراح نشوفوا باللي البيتا ان هذايا كذلك الاشاره تاعو راح تعكس لي طبيعه العلاقه الموجوده بين اكس ان وبين اكراك. اوكي، هذه راح نشوفها فيما بعد بحول الله تعالى، علما انه قلنا اكراك واكس ان هي قيم واقعيه. وش يبقى لي؟ يبقى لي البيتا زيرو والبيتا ان، فهما المقدار تاعي الثابت والمعامل الانحدار هما قيمتان مجهولتان. نقوم في هذه الحالة مادام قيمتان مجهولتان نقوم بتقديرهما وفقا للنموذج المعطى. راح نشوفوا فيما بعد اذا كيفاش نروح نقدر القيمة تاع بيتا زيرو وبيتا ان، ونكتبوا بعد النموذج المقدر تاعي اللي هو قلنا الهدف تاعو هو تمثيل الواقع احسن تمثيل بحيث يكون القيمة تاع الانحراف او الخطأ العشوائي تاعي أصغر ما يمكن وتكون القيمة تؤول إلى الصفر. أوكي، دونك كان هذا الفصل التمهيدي الخاص بمادة التوقع. أنا أفضل أني أسميها تقنيات التوقع وليس تقنيات التنبؤ. راح نشوفه بحول الله تعالى في الفيديو القادم. نبدأ بالفصل الأول اللي خاص بتقنيات التوقع بالاعتماد على نماذج الانحدار. في انتظار ذلك اي حاجة ما فهمتوهاش عندي طريقتين نتعامل معهم مباشرة مع الاستاذ تاعي، سواء بعد ما نشوف الفيديو هذايا نترك تعليق تحت الفيديو، او يمكن كذلك تقديم الاستفسارات او الانشغالات من خلال التواصل على الايميل تاعي هذايا. دونك سأكون بحول الله تعالى في خدمة الجميع، نرجع له كل تساؤلات كل انشغالات. في انتظار انه يجي الفيديو الثاني بحول الله تعالى. اتمنى للجميع التوفيق والنجاح.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.